بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نشرح الموضوع الثامن وهي جزئية بسيطة من المخاطر البيولوجية. طبعا تعريف المخاطر البيولوجية تعرف بأنها خطر إصابة العامل بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات نتيجة عن العمل أو التعرض للكائنات الدقيقة الحية المعدية، كما يحدث في العديد من المهن، وكذلك العدوى المكتسبة وهي عدوى تصيب المريض أثناء وجوده في المستشفى ناتجة عن الاحتكاك بمرضى آخرين مصابين بالعدوى أو مصابين بنفس المرض. طبعا تعتبر المخاطر البيولوجية من أخطر أنواع المخاطر داخل بيئة العمل وخارجها، حيث أن المسبب لها الميكروبات، وكلنا نعرف أن الميكروبات عدو خفي لا يرى بالعين المجردة، وتلك الميكروبات موجودة معنا في كل مكان، وهي تسبب الكثير من المشاكل الصحية والمعدية، وفي بعض الأحيان تخرج تلك المخاطر عن نطاق سيطرة الإنسان، مثل انتشار الأوبئة، وتسبب الكثير من انتشار الأمراض المعدية، مثل إنفلونزا الطيور، أو إنفلونزا الخنازير، أو مرض الإيدز، أو مرض الدارن، أو انتشار فيروس كورونا وغيرها من الأمراض المعدية. وبالتالي فإن الوقاية من هذه الأمراض تكون شديدة الأهمية عندما تكون منتشرة داخل المستشفى أو داخل المجتمع. وراح نتكلم عن تصنيف الميكروبات الممرضة على حسب حجمها من الأدنى إلى الأكبر. وراح نبدأ في القسم الأول. القسم الأول من الكائنات الممرضة وهي الفيروسات، وهي أصغر حجما وأشدها خطرا، كمثال فيروس كورونا اللي انتشر قبل فترة يعني، وللحين البشرية تحاول تقاوم هذا الفيروس. وأيضا الفيروسات التي تصيب الجهاز المناعي أو تصيب الكبد وغيرها من الفيروسات. وأيضا القسم الثاني من الكائنات التي تسبب العديد من الأمراض المعدية وهي البكتيريا والخمائر، وهي أوسطها حجما وأكثرها تسببا في الأمراض المعدية، بالذات يعني البشر التي لديهم قلة في المناعة أو ضعف في المناعة أو كبار السن، ممكن تكون المناعة عندهم قليلة جدا، عكس يعني الصغار أو الشباب. والمثال لأحد أنواع البكتيريا الخطيرة وهي البكتيريا التي تسبب أمراض التهاب الجروح، مثلا إذا أصابت هذه البكتيريا إنسان لديه جرح معين أو مرض سكري مصاحب ببكتيريا معينة خطيرة جدا أثناء الجروح العميقة، ممكن تسبب أزمات كبيرة جدا توصل إلى الوفاة. وأيضا بكتيريا التهاب النسيج الخلوي، ممكن هذه البكتيريا تسبب التهابات على مستوى الأنسجة وعلى مستوى الخلايا. وأيضا توجد بكتيريا تسبب خراريج في الجسم، عبارة عن حبوب كبيرة جدا داخلها سوائل، تختلف وجودها من منطقة إلى منطقة وتختلف أحجامها طبعا، وهذه السوائل تكون متركزة بنسبة كبيرة جدا ببكتيريا معينة معروفة طبعا. وأيضا ممكن تكون في بكتيريا تسبب التهابات رئوية ومنتشرة بنسبة كبيرة جدا، وغيرها من الأمراض التي تسببها بكتيريا، مثلا المكورات العنقودية راح نعرضها لكم إن شاء الله في المستقبل، وهذا مثال واحد فقط، وراح نتكلم عن الأمراض الأخرى في وقت مفصل. وأيضا القسم الثالث من الكائنات التي تسبب الأمراض الجلدية مثل الفطريات، وطبعا غالبا تكون الفطريات أكبر من الفيروسات وأكبر من البكتيريا. طبعا الفطريات تسبب العديد من الأمراض للإنسان، مثل مرض التهاب القدم الرياضي، وبعض أمراض الحساسية في الجسم، في فروة الرأس مثلا أو في الصدر أو على اليدين، ممكن تسبب التهابات الحلق والجلد، وتسبب كثير من الأمراض، وأيضا ممكن تسبب تقشر في الجلد.
وطبعا ننتقل إلى الشريحة الثانية مثل ما تلاحظون من الفيروسات المضرة، وهو صورة لفيروس كورونا. طبعا راح نتكلم عن نبذة بسيطة جدا عن فيروس كورونا. طبعا تشمل الأعراض النمطية لفيروس كورونا مثل الحمى والسعال وضيق في التنفس، وأحيانا تتطور الحالة أو الإصابة إلى التهاب رئوي. قد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف. غالبا يعني تتضاعف هذه الحالة عند كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان ومرض السكري وأمراض الرئة المزمنة. وعند الشعور بأي أعراض من الأعراض التي ذكرتها يجب الذهاب إلى الطبيب. طبعا مثل ما تلاحظون على الفيروس عنده حلقات صغيرة جدا موجودة حول الدائرة، لهذا تم تسميته بالفيروس التاجي. وحبيت أتكلم عنه بنبذة بسيطة جدا. ننتقل إلى الشريحة الثالثة. إن شاء الله راح نتكلم في هذه الشريحة عن البكتيريا المضرة. طبعا جميع الصور من تصويري تحت المجهر في المختبر الخاص فيني. راح نتحدث عن البكتيريا العنقودية في القسم الأول. طبعا تحدث حالات العدوى العنقودية بسبب بكتيريا المكورة العنقودية، وهي نوع من أنواع الجراثيم التي توجد بشكل منتشر على البشر أو في الأنف لدى الأشخاص الأصحاء. وفي معظم الوقت لا تسبب هذه البكتيريا أي مشكلات أو تؤدي إلى حالات عدوى في الجلد إلا بنسبة بسيطة جدا، ولكن يمكن للعدوى بالبكتيريا العنقودية أن تصبح مميتة إذا أصابت البكتيريا أعماق الجسم أو دخلت إلى مجرى الدم أو المفاصل أو إلى العظام أو الرئتين أو إلى القلب. ويصاب عدد متزايد من الأفراد الأصحاء غير المصابين بالأمراض الأخرى بحالات عدوى بالبكتيريا العنقودية، وقد تكون غالبا إذا دخلت إلى الأعضاء التي تكلمت عنها قد تكون مهددة إلى الحياة وتصل إلى الوفاة. هذه خطورة البكتيريا العنقودية. طبعا توجد بكتيريا عنقودية مضادة يعني لكثير من المضادات الحيوية، وما تنفع معها المضادات الحيوية. في القسم الثاني في الصورة الثانية والثالثة عبارة عن بكتيريا عصوية. وطبعا تندرج هذه البكتيريا تحت أجناس متعددة ومختلفة. قد توجد العصيات على شكل منفرد أو على شكل ثنائية أو ثلاثية أو على شكل تجمع سبحي أو سياجية. غالبا تكون خلاياها يعني متراصة بشكل عمودي أو على شكل سياج مثل ما تلاحظون، يكون على شكل عمودي وتكون الخلايا متراصة وراء بعض وتكون متلاصقة. وتختلف عدد الخلايا، ممكن تكون خلية واحدة، ممكن تكون خليتين، ممكن تكون أكثر، 3 4 5 إلى آخرة. ورح نتكلم عن أيضا البكتيريا الأخيرة وهي البكتيريا الحلزونية. ويمكن تصنيف البكتيريا الحلزونية حسب عدد اللفات لكل خلية وسمك الخلية ومرونة الخلية وشكل الحركة الخاصة بالبكتيريا. طبعا حيث تكون يعني لها تصنيف معين هذه البكتيريا وأيضا البكتيريا الأخرى. ويوجد نوعين من الخلايا الحلزونية، وهما الحلزونيات والملتويات. حيث تكون الحلزونيات يعني صلبة مع صوت خارجي، وتكون الملتويات مرنة مع صوت داخلي. وطبعا راح أعرضها عليكم في الفترة القادمة إن شاء الله. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. طبعا في هذه الشريحة راح أتكلم عن الطفيليات الدودية.
طبعا تختلف أنواع الطفيليات، مثل الطفيليات الحجرية، الطفيليات من ناحية على مستوى الخلايا المجهرية، توجد أنواع وفصائل كثيرة، أحياء دقيقة، طفيليات دودية، توجد أنواع كثيرة جدا من الطفيليات. لكن كمثال راح نتكلم عن نوع واحد حاليا، وهي الطفيليات الدودية. طبعا يمكن تعريف الطفيليات على أنها كائنات حية تتخذ من كائنات حية أخرى موطنا لها كنوع من التطفل عليها، وتتحصل على غذائها من حصة ما موجودة مثلا في الدم أو في الجلد أو غيرها من الأعضاء الحيوية الخارجية أو الداخلية. ولكن وجودها بالنسبة للإنسان يتسبب بالإصابة بالعديد من الأمراض. إذا كانت نسبة عالية جدا ممكن تسبب أمراض كثيرة جدا في الجهاز الهضمي أو العين أو القلب، أو ممكن تسبب قرحة في المعدة، ممكن تسبب أيضا التهابات في الجهاز التنفسي أو الدماغ على حسب نوع الديدان أو نوع الطفيل. ومن أبرز هذه الطفيليات التي تسبب الأمراض للإنسان هي الطفيليات الحشرية المجهرية، مثل الجرب، ممكن يسبب حفر داخل الوجه في الجسم في اليدين، ويعيش تحت الجلد ويبيض تحت، وله دورة حياة يعني معروفة. أيضا ممكن الديدان المفلطحة تعيش في الجهاز الهضمي، أو ديدان الشريطية، أو ديدان الدبوسية، أو ديدان المستديرة. وغالبا هذه الديدان تتخذ من الجهاز الهضمي أو الدم أو الجهاز اللمفاوي أو الأنسجة في الظهر في البطن في القدم، موطن خاص فيها، وتكون لها دورة خاصة في الحياة والتكاثر بين الجنسين. ممكن يحصل تكاثر لا جنسي على حسب نوع الدودة وتطورها. طبعا ننتقل إلى الموضوع اللي بعده، وهو الفطريات. إن شاء الله راح أتكلم في هذه الفقرة عن الفطريات المفيدة والضارة. راح نتكلم عن فطر البنسولين اللي درسته في السابق. طبعا تعتبر الفطريات من أقدم الكائنات التي وجدت على سطح الكرة الأرضية، وهي تنتشر في جميع الأماكن من حولنا، على الأرض مثلا أو على الماء، ممكن تشوفها في الهواء، ممكن تتواجد أيضا بداخل الكائنات الحية بما في ذلك النباتات والحيوانات والإنسان. طبعا حجمها متنوع بين الحجم الصغير جدا الذي لا يرى بالعين المجردة، وإلى الحجم الكبير اللي ممكن يصل إلى عدة أميال مربعة. وتختلف الإصابة بالفطريات على حسب نوع الفطريات ومدى قوتها ومدى عدوانيتها ومدى قوة الجهاز المناعي. أغلب الناس التي تصاب بالفطريات تكون يعني جهازها المناعي عندها نوع من أنواع الضعف. يعني تم تشخيص في دراسة أن أغلب المصابين عندهم ضعف في الجهاز المناعي. وأيضا ممكن تسبب تقرحات في الجلد، أيضا ممكن تسبب التهابات على حسب المنطقة المصابة. مثلا إصابة مريض معين في فروة راسه مثلا، أو في الوجه، أو في الرجل، أو يعني في الظهر، ممكن تسبب نوع من أنواع الحكة، أو تسبب أيضا قشور في الجلد نسبة كبيرة جدا. راح نتكلم عن الفطر البنسولين. طبعا نوع من أنواع الفطريات ينمو على الفواكه المتعفنة، خصوصا الليمون والبرتقال،
من أبرز مميزاته هو أنه يتم استخلاص مضاد حيوي يسمى بالبنسلين، طبعا نسبة إلى اسم نوع الفطر المكتشف في السابق. طبعا هذا الفطر ممكن تطلع منه مادة مساعدة تقدر تقضي على كثير من أنواع من البكتيريا، لكن للأسف في الفترة هذه خرجت لنا بكتيريا يعني مقاومة للمضاد الحيوي، حتى يعني المضادات الحيوية القوية جدا ممكن ما تكون فعالة على أنواع من البكتيريا. ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها، إن شاء الله راح نتكلم في هذه الفقرة عن الموضوع التاسع وهو طرق الإصابة. تختلف أنواع العدوى من مرض لآخر. طبعا الجلد المصاب قد يصاب بالتيتانوس، وهذا التيتانوس مرض حاد ينتج عن تلوث الجروح بالجراثيم التي تحمل بداخلها الأبواق، وهذه الأبواق تحمل بداخلها فصائل كثيرة جدا من البكتيريا والتي تبدأ بالنمو موضعيا داخل الجرح نفسه وتتغذى على الأنسجة والمواد الحيوية والخلوية في المنطقة المصابة، مما يسبب في ارتفاع في درجات الحرارة وتورم وانتفاخ بنسبة كبيرة جدا بسبب وجود البكتيريا. ممكن تكون متعددة الأنواع أو نوع واحد من البكتيريا على حسب خطورتها يعني، وعلى حسب المنطقة المصابة. والجلد السليم قد يصاب بالبلهارسيا. طبعا البلهارسيا مرض طفيلي يسببه ديدان بلهارسية يصيب العديد من الناس في الدول النامية، يعني ينتشر في الدول النامية وترجع إلى فصيلة البلهارسيا. وطبعا الجلد المتهتك قد يصاب بفصائل عديدة جدا من الفطريات. طبعا الفطريات هي عبارة عن كائنات حية غير ذاتية التغذية وحقيقية النواة وساكنة لا تتحرك، وطبعا تعرف بأنها خالية من صبغة الكلوروفيل وتعيش متطفلة على بقايا الكائنات الحية مثل الكائنات الميتة أو الكائنات النباتية أو الحيوانية. قد تصيب العديد من الكائنات الحية ومنتشرة في كل مكان. طبعا لدغات الحشرات قد تسبب أمراض كثيرة جدا فيروسية وبكتيرية وفطرية أيضا، لكن راح نتكلم عن نوع واحد من الأمراض حاليا وهو مرض الملاريا. طبعا مرض الملاريا سببه طفيل، ينتقل هذا الطفيل إلى البشر من خلال لدغات البعوض الحامل للعدوى. غالبا يشعر الأشخاص المصابون بالملاريا بغثيان شديد مع ارتفاع في درجات الحرارة وقشعريرة ومصحوبة برجفة أو إرهاق كبير جدا في الجسم. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي استنشاق الأتربة الملوثة أو الجراثيم التي قد تسبب أمراض مثل نيوكاسل أو الدارن. طبعا نيوكاسل مرض يصيب الكائنات الحية مثل الطيور، وهو من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان. قد تنقل حيوانات كثيرة جدا إلى الإنسان، وغالبا يسبب فيروس مخاطي النمط، وهو عائلة من فيروسات من رتبة الفيروسات السلبية الأحادية، وهي فيروسات سلبية ذات الران الأحادي السلسلة، وهو مسؤول عن عدة أمراض لدى الإنسان ومجموعة كبيرة جدا من الحيوانات. وغالبا تكون أعراضها يعني مثلا كحة أو نزول نسبة كبيرة جدا من المخاط أو ارتفاع في درجات الحرارة أو ضعف العضلات أو يعني تكون أعراضها تشبه أعراض الإنفلونزا تقريبا.
وأما الدارن يعرف مرض السل، وطبعا يصاب فيه الشخص نتيجة العدوى بالبكتيريا التي تسمى المايكو بكتروم، والتي تهاجم الرئتين وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم مثل الكلى، الدماغ، الحبل الشوكي، الأمعاء الدقيقة. أيضا ممكن تسبب تقرحات كبيرة جدا في الجسم، وأيضا راح نتكلم عن الأمراض الباقية في الفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها تتكلم عن تناول الطعام أو شراب معين ملوث قد يسبب التسمم الغذائي، والتي ينتج عنه بعض الأعراض مثل الإسهال والتقيؤ. ممكن الإسهال أيضا تسبب أنواع من الديدان المنتشرة في الجهاز الهضمي، ممكن تسبب الإسهال بسبب التلوث. يعني ممكن تأكل مثلا أنسجة معينة من لحم ملوث ببيض ديدان معينة مثل البلهارسيا أو يعني الدودة الشريطية أو الدودة الدبوسية، ممكن تنقل لك هذه العدوى وتجعل هذه يعني البيض المنتقل عن طريق التسمم سبب في انتقال هذه الطفيليات، مما يؤدي إلى أعراض كثيرة جدا مثل الإسهال والتقيؤ وغيرها من الأعراض. ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها، عدم توفر الاشتراطات الصحية الأساسية بالأماكن تناول الغذاء ودورات المياه قد يسبب الأمراض. طبعا كلنا نعرف أن ممكن دورات المياه تكون فيها فصائل كثيرة جدا من الطفيليات الميكروبية، الفيروسات، الديدان، بيض الديدان، البكتيريا، الفطريات، أحياء دقيقة أخرى ممكن تسبب أمراض كثيرة جدا. ننتقل إلى الشريحة في الموضوع العاشر، راح نتكلم في هذا الموضوع في الموضوع العاشر عن العاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية. طبعا هم العاملون بالمعامل الطبية والمستشفيات ومختبرات الأبحاث الطبية، ومن يخالطون المرضى والمخلفات الطبية التي تحتوي على كائنات وأنسجة وسوائل حيوية. ممكن العاملين بالمختبرات تنتقل لهم العدوى بشكل مباشر أو غير مباشر. وأيضا الناس اللي ممكن تخالط المرضى في المستشفيات أو العيادات ممكن تنتقل لهم الأمراض بشكل يعني بنسبة كبيرة جدا بسبب تعدد الأمراض المتواجدة في تلك المنطقة. وراح نتكلم عن عدة عوامل ممكن تكون ناقلة للأمراض بشكل مباشر أو غير مباشر للمجتمع بشكل عام. وأشهر أسباب نقل المخاطر البيولوجية للبشر الذين يعملون في المختبرات الطبية أو المستشفيات أو الذين يتعاملون مع الكائنات الحية مثل الغذاء الملوث بالميكروبات المرضية أو المنتجة للسموم المختلفة. ممكن تكون في ميكروبات تنتج سموم معينة مثل الفطريات، ممكن تنتج سموم معينة أو بكتيريا تنتج سم معين أو كائنات حية أخرى، ويكون الطعام ملوث بهذه البكتيريا أو السم الخاص المتواجد بهذه البكتيريا، ممكن تسبب نوع من أنواع التلوث في الطعام. أيضا مياه الشرب الملوثة بالميكروبات نتيجة عدم التطهير الجيد لها أو اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي أو تلوث خزانات المياه الأرضية أو العلوية ممكن تكون سبب في
نقل العدوى الطفيلية أو الفيروسية أو البكتيرية. أيضا استخدام الأدوات الشخصية لأكثر من فرد، يعني ممكن احتمال حدوث عدوى بيولوجية بسبب انتقال مثلا طفيل معين أو حشرة مجهرية أو بيض معين لأحد الكائنات الحية المجهرية أو أي نوع من أنواع الأحياء الدقيقة المجهرية. قد تسبب يعني عدوى بيولوجية لهذا الشخص. أيضا العلاقات الجنسية المشبوهة بين شخص سليم وشخص آخر مصاب ممكن تنقل أمراض متعددة مثل الفطريات، أمراض الجلد، الإيدز وغيرها من الأمراض. أيضا نقل دم ملوث ممكن يسبب الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية على حسب نوع المرض. أيضا أدوات طبيب الأسنان في حالة عدم تعقيمها أو أي طبيب أو أي شخص يتعامل مع يعني الأشياء الحيوية أو البيولوجية، التشريح مثلا ممكن ينقل له العديد من الأمراض. أيضا الأسلحة البيولوجية المستخدمة في الحروب ممكن تكون أحد أخطر الأسباب في انتشار يعني الفيروسات أو البكتيريا أو الكائنات الخطيرة جدا التي تسبب العديد من الأمراض التي تكلمنا عنها في السابق. ننتقل إلى الشريحة التالية. إن شاء الله راح نتكلم عن الموضوع 11 وهو الوقاية من المخاطر البيولوجية. طبعا في أول فقرة وهي الفحص الطبي الابتدائي والفحص الطبي الدوري. طبعا يجب على الشخص اللي يتعامل مع المواد الكيميائية والمواد البيولوجية بشكل مستمر يجري بعض الإجراءات الطبية، وهو نوع من أنواع الاختبار الطبي أو الفحص الطبي، أو تحديد مرض معين أو تقييم شخص، يعني تقييم نوع من أنواع التقييم التشخيصي للحالة إذا كان يعاني من اضطرابات معينة أو يعاني من أمراض معينة بعد لمسه لمادة معينة. ويجب على يعني الشخص أو العامل في المنشأة الفحص والاستجابة للعديد من الفحوصات المبدئية والفحوصات الدورية. وأيضا ممكن يكون فحص للعلاج لمرض معين. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة. طبعا نظافة البيئة تجعل الجو خالي من الشوائب من الميكروبات والضباب والدخان والغازات الضارة، وتساعد البيئة على أنها تعيش بشكل سليم وبارتياح طبعا، وتجعل المجتمع خالي من الأمراض سواء كانت الأمراض التنفسية أو أمراض ناتجة من مواد كيميائية أو أمراض ناتجة من أمواد بيولوجية. يعني ممكن التخفيف من يعني المخاطر البيئية مثل الغازات الضارة وانتشار يعني الكائنات الحية المضرة تسبب يعني نوع من أنواع السيطرة على عدة أنواع من الأمراض. أيضا حماية ووقاية العمال المعرضين. حماية ووقاية العمال المعرضين للمخاطر البيولوجية مثلا أو المخاطر الكيميائية يجب على يعني الشركات تغطية نطاق معين وتحسين جودة خدمات معينة صحية ومهنية متخصصة على حسب تخصص العامل في المنشأة. لو كانوا مثلا يعملون في المختبرات الطبية أو في منشأة في قسم معين فيها مثلا أشعة أو شيء معين خطير جدا، يجب على الشركات المنظمة أو الإدارة الصناعية التركيز على المخاطر المهنية والحد منها وترصد وتحسين نوع من أنواع
البيئة العمل المناسبة للعمل، وتنظيم العمل بشكل كامل، والكشف عن الأمراض المهنية وأسباب الأمراض المتواجدة في بيئة العمل، وإعادة تأهيل المصابين في مرحلة مبكرة إذا كان مثلا مصاب بفيروس بسبب تجارب معملية، أو إصابة بسبب إشعاع معين أو انتشار مواد كيميائية خطيرة جدا. يفضل إعادة تأهيل المصابين يعني بمرحلة مبكرة جدا بسبب عدم تفاقم الحالة المرضية، ومحاولة تعزيز الصحة وتوفير يعني الإسعافات الأولية في أماكن العمل يساعد الكثير من في الوقاية من الأخطار الناتجة من يعني المخاطر البيولوجية أو المخاطر الكيميائية أو المخاطر البيولوجية عفوا الفيزيائية أو المخاطر أيضا الميكانيكية ممكن تكون مستوعبة كل هذه المخاطر. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي التثقيف الصحي والوقاية الخاصة. يوجد للتثقيف الصحي الكثير من المهام الأساسية مثل إعلام الناس حول أنماط الحياة الجيدة والسلوكيات الحسنة الصحية التي تساعد على الحفاظ على الصحة عند الجميع وتساهم في منع تعرضهم لمختلف الأمراض وإصابتهم بهذه الأمراض، وبالتالي يمكن من خلالها التأثير على الشخص ومواقفه وتصرفاته المتعلقة بالصحة بصورة إيجابية بهدف الاعتناء بصحته وصحة من حوله من خلال التركيز على التعليم الوقائي وتحسين طرق التعامل مع المشكلات والأمراض التي تكون منتشرة بشكل فظيع جدا في المجتمع أو في المعمل نفسه. راح نتكلم عن النقطة التالية وهي ملابس وأجهزة والأجهزة الوقائية الشخصية للحد من التعرض للمخاطر البيولوجية أو التعرضات البيولوجية. ممكن تكون الملابس التي يرتديها الشخص تكون سبب في وقاية الشخص نفسه من عدة أمراض، سواء كانت أمراض بيولوجية أو أمراض كيميائية مثل ما تكلمنا، أو أمراض من الفيروسات وغيرها من الأمراض السابقة. أيضا يجب توفير الحماية الأساسية للجلد من رذاذ الانسكابات من المواد الكيميائية أو المواد البيولوجية أو التجارب، وأيضا لبس الملابس الواقية من البكتيريا والفيروسات والمخلوقات المجهرية يساعد على حماية الفرد من هذه المخلوقات. واللبس أيضا نوع من أنواع القفازات في وسط التجربة على حسب نوع التجربة يساعد على الحماية والوقاية من هذه الأمراض، وأيضا لبس النظارات وغيرها من الأمور التي تحميك من المواد الكيميائية اللي ممكن تدخل في العين. هذه أحد أهم الأسباب أو الأشياء التي تساعدك في الوقاية من المخاطر العامة. ننتقل إلى الشريحة التالية. إن شاء الله راح نتكلم في هذه الشريحة عن الموضوع 12 وهي الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر البيولوجي. طبعا 1 عند ملاحظة وجود مواد ونفايات كيميائية وسط الحاويات البلدية يجب إبلاغ الجهات المختصة مثل الأمن المختص بالتعامل مع المواد الكيميائية. طبعا يوجد شركات خاصة تساعد في نقل هذه المواد الكيميائية من مكان إلى مكان آخر أو من مكان إلى مكان
يتم التخلص منها في هذه المنطقة، مثل مصانع خاصة أو محرقة معينة أو منطقة معينة تكون فيها هذه المواد الخطرة. 2، عدم الاقتراب من النفايات الكيميائية للتعرف عليها. طبعا لا أحد يحاول أن يقترب من المواد الكيميائية أو يفكها أو يشوف نوع يعني الكائنات اللي داخل مثلا عينة معينة، ممكن تسبب لك أمراض كثيرة جدا مثل السرطان أو مثلا مادة كيميائية خطيرة جدا تسبب تلف في الأنسجة أو أمراض معدية داخل مواد كيميائية قد تسبب يعني العديد من الأمراض. 3، تجميع النفايات وفصلها عن النفايات غير الكيميائية عن طريق المختص. طبعا مثل ما تكلمنا ممكن تكون في شركات خاصة تفصل هذه العينات عن مثلا تفصل العينات الكيميائية، تفصل العينات البيولوجية، وتفصل العينات الفيزيائية أو الميكانيكية من أجهزة وغيرها، وهذا يساعد على حماية البيئة أيضا وتقليل الخطر البيولوجي في المنطقة. أيضا فرز النفايات وتصنيفها بحسب خطورتها مثل ما تكلمنا في السابق. نقل النفايات إلى مستودع النفايات لحين التخلص منها بشكل نهائي، يعني ممكن تتعاون مع هذه الشركة كي تنقل جزء من يعني المواد الكيميائية أو جميع المواد الكيميائية إلى منطقة معينة لكي يتم يعني حرقها أو دفنها في مكان معين أو التخلص منها بوسيلة آمنة للبيئة وللإنسان يعني. طبعا 6، إذا حدث ورمى أحد النفايات في أحواض الصرف الصحي، طبعا يجب وقف تدفق هذه المادة الخطرة وفي المنطقة التي تم السكب بنسبة كبيرة فيها مثل الصرف الصحي. ممكن في ناس عندها يعني لا مبالاة تسمم الصرف الصحي بمواد كيميائية مثلا المواد المشعة أو المواد الخطرة جدا، وهذا يؤدي إلى التلوث الغازي والتلوث البيئي بهذه المواد الكيميائية وانتشار الأمراض يعني الجينية. ممكن لو انتقل هذه المواد المشعة المسربة من المختبر أو المسربة في مصنع معين أو مصنع أدوية معين أو قسم خاص للعلاج بالأشعة معينة، ممكن يسبب يعني أمراض كثيرة على مستوى الأجنة. لو يعني مثلا حامل مرت بذا الجانب وتعرضت لكمية كبيرة جدا من الإشعاع أو أي مادة كيميائية خطيرة ممكن تسبب خلل في مستوى الحمض النووي أو الخلايا وتسبب تشوهات كثيرة جدا على مستوى الأجنة، وطبعا هذا ينشر العديد من الأمراض الكثيرة جدا طبعا نحن غنى عنها. 7، الإبلاغ عن الحادث الذي جرى أو بشكل عام يعني مثل الصرف الصحي أو غيره من الحوادث. ممكن تبلغ الشركة أو الجهة المعينة عن الحوادث التي تحصل من تسربات في الصرف الصحي داخل المؤسسة، وهذا طبعا يساعد على يعني تدارك الموضوع بشكل سريع والحد من خطر المشكلة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية وغيرها من المشاكل طبعا.
ثمانية، إبعاد المادة الخطرة إن أمكن وإبطال خطرها. طبعا في شركات متخصصة في إبعاد المواد الخطيرة داخل المستشفى، وطبعا تعاملك معها راح يكون بشكل منظم وبشكل دقيق جدا على حسب نوع المادة المنتشرة. لو كانت يعني مثلا مادة كيميائية، راح ترجع إلى الكتيب وترجع إلى كيفية معالجة هذا المشكلة. ممكن تتواصل مع أحد الشركات الخاصة بشكل سريع جدا داخل المستشفى مثلا أو المنشأة الصحية، وهذا يساعد على تدارك الموضوع بشكل سريع جدا ويعالج الموضوع بشكل سريع. ننتقل إلى الشريحة الأخرى. طبعا راح نتكلم في الموضوع الثالث عشر عن إجراءات إنهاء الخطر البيولوجي والتخلص من الأضرار من قبل رجل الأمن. واحد، الإعلان على رجل الأمن إبلاغ الجهة المختصة عن انتهاء الخطر لكي تعود الأمور إلى طبيعتها. ممكن يكون قسم معين مسكر أو مغلق انتشر فيه مادة معينة، وطبعا أي مادة تنتشر في هذه الأقسام ممكن يتم غلقها بشكل كامل لكي لا يتم تسرب هذه المادة، سواء كانت في المختبرات الطبية المتطورة جدا أو في المستشفيات أو المراكز الصحية أو المنشآت الصحية. ممكن تكون أنت الجهة اللي تبلغ الجهات المختصة على انتهاء الخطر البيولوجي أو الإشعاعي أو الأخطار الكيميائية التي تم التعامل معها من قبل الشركات أو الجهات المختصة. اثنين، أيضا كتابة تقرير الحادث ووضع التوصيات بهدف الاستفادة منها واستنباط العبرة منها ومراجعة السياسات الخاصة في وقت الخطر. أيضا يجب على رجل الأمن كتابة تقرير الحادث ومعرفة التوصيات التي تم إجراءها في وسط العملية، وهذا يفيد جدا في يعني في حل المشاكل المستقبلية التي ممكن تتكرر في المستقبل. راح نتكلم عن الأمراض المنقولة عن طريق الدم مثل الكائنات الحية الدقيقة، الفيروسات، البكتيريا التي يتم حملها في الدم والتي يمكن أن تسبب المرض في البشر. راح نتكلم أيضا عن عدة أمراض تسببها الفيروسات والبكتيريا وكيفية تكاثر الفيروسات وكيفية تكاثر البكتيريا داخل الجسم بشكل يعني أكثر دقة. طبعا ننتقل إلى الشريحة الأخرى. راح نتكلم في هذه الشريحة عن كيفية تحدث العدوى وانتشارها. كيف تحدث العدوى وانتشارها؟ المسبب للمرض يجب أن يكون حاضر وبكمية كافية ليسبب المرض. طبعا ما تقدر تصاب بمرض معين ببكتيريا واحدة فقط، تحتاج إلى مجموعة كبيرة جدا من البكتيريا لكي يتم يعني الإصابة بمرض معين بكتيري مثلا. يعني تحتاج إلى نقل نسبة كبيرة جدا من البكتيريا مثلا أو نسبة كبيرة جدا من الفيروسات، وغالبا تكون يعني هذه النسبة فعالة بالإصابة بنوع من أنواع الأمراض. وأيضا اثنين، شخص عرضة لمسببات الأمراض مثلا الأطباء الذين يعملون في البحوث الطبية مثلا أو في تشخيص الأمراض
المعينة أو فني المختبر أو غيره من يعني المختصين في المختبرات الطبية ممكن يكونون أكثر عرضة للمسببات المرضية. وأيضا الباحثين في مجالات البيئة ممكن يكونون يعني أكثر عرضة لهذه المسببات. 3، يدخل العامل الممرض إلى الجسم من خلال موقع الإدخال الصحيح مثل الجلد المكسور أو العين أو الفم أو يعني فتحة معينة مثلا داخل جرح معين أو غيره من المناطق، يعني مثل دخول فيروسات معينة في الدم أو داخل جروح معينة أو بكتيريا معينة أو أحياء دقيقة معينة أو سموم أو مواد كيميائية أو إشعاعية قد تسبب العديد من الأمراض. غالبا تكون هذه النسبة في هذه المنطقة المصابة فعالة جدا يعني في إحداث الضرر أو المرض لجسم الإنسان. ننتقل إلى الشريحة التالية. إن شاء الله راح نتكلم في هذه الشريحة عن المسببات للأمراض المنتقلة عن طريق الدم. طبعا المسببات المنتقلة عن طريق الدم مثل البكتيريا أو الفيروسات. طبعا البكتيريا يمكن أن تعيش خارج الجسم، كلنا نعرف أن البكتيريا ممكن تعيش على الأسطح الحيوية أو الغير الحيوية مثل البلاستيك أو أي مواد معدنية أيضا. طبعا البكتيريا لا تعتمد على الكائنات الحية الأخرى مدى الحياة، ممكن أن تنتقل إلى مواد وأسطح غير حيوية وتعيش وتزدهر في هذه المنطقة على حسب المادة الموجودة في هذه المنطقة. 3، إذا تم اكتشاف البكتيريا بشكل مبكر يمكن علاجها بواسطة المضادات الحيوية، لكن في بكتيريا لا يمكن علاجها إلا إذا تم اكتشاف مضاد حيوي فعال جدا، وهي البكتيريا المضادة أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ممكن تكون أحد أهم أخطر البكتيريا المتواجدة حاليا كونها يعني مقاومة لعدة مضادات حيوية، وغالبا تسبب الوفاة أو قلة في المناعة بنسبة كبيرة جدا للشخص بسبب أن الجسم يحاول يقاوم هذه البكتيريا، وغالبا ما يفلح. طبعا بالنسبة للفيروسات، طبعا الفيروسات لا يمكن أن تعيش أو تتكاثر بدون مضيف. وطبعا المضيف مثل النباتات أو الحيوانات أو الإنسان أو الخلايا أو البكتيريا. أيضا ممكن تكون البكتيريا مصابة بفيروس معين. أيضا يعني الفيروسات قد تصيب نباتات وتسبب طفرات جينية في النباتات بنسبة كبيرة جدا. ويمكن أن يكون من الصعب علاج الالتهابات الفيروسية بدون أدوية. ممكن يكون يعني عندما تحصل أي التهابات بسبب الفيروسات ممكن تكون يعني في صعوبة نسبة كبيرة جدا في العلاج، مثل فيروس كورونا قد يصيب الجهاز التنفسي ويسبب أزمات حادة في الجهاز التنفسي والتهابات في الأغشية والتهابات في الأكياس الهوائية. ممكن يسبب نوع من أنواع التليف داخل الأنسجة داخل الرئة نفسها، وهذا يؤدي إلى الوفاة طبعا. وطبعا
الوقاية من الفيروسات أمر بالغ الأهمية، لأنها عندما تنتشر في البيئة تسبب أزمات من الأمراض المعدية بشكل فظيع جدا، بسبب فيروس كورونا مثلا فيروس كورونا المنتشر حاليا. مثل كلنا نعرف أن عدد الوفيات فظيع جدا من هذا الفيروس، وممكن يعني انتشار فيروسات أخرى أكثر قوة يساعد على انتشار الأمراض والقضاء على البشرية أيضا، على حسب تطور الفيروس والطفرات الجينية اللي تحصل على مستوى الحمض النووي للفيروس، ومدى قوته ومقاومته للأمصال أو تطوره وتغيره. طبعا راح نتكلم عن الفيروس بشكل مفصل في فيديو، كيف يعني يتكاثر الفيروس وكيف تتكاثر البكتيريا داخل الخلايا بشكل عام. ننتقل إلى الفيديو الخاص للفيروسات، ثم ننتقل إلى الفيديو الآخر الخاص إلى بالبكتيريا. طبعا راح نتكلم على تكاثر الفيروسات بشكل متعمق نوعا ما في هذا الفيديو. طبعا الفيروس هو كائن دقيق، يعتبر أصغر حجما من البكتيريا، ولا يستطيع النمو أو التكاثر خارج الخلية، وغالبا يغزو الخلايا ويعتمد عليها في العيش، ويكون داخل الخلية ويعمل على استنساخ نفسه داخل الخلية أيضا. ويمكن أن تكون هذه النسخ متطابقة من الفيروس أو تحمل نسخ متطورة بعض التغيرات الجينية التطورية على حسب حمض الفيروس وعلى حسب أحداث الطفرات الجينية أيضا، والمسببات لهذه الطفرات كثيرة جدا. طبعا هذا يجعل الفيروس يؤثر بشكل مختلف على المصابين، مما يجعل إيجاد العلاج للفيروس صعب نوعا ما. مثل فيروس كورونا طبعا متطور من فصائل سابقة. طبعا الإنسان واجه فيروسات قوية جدا في الأجيال السابقة وقدر يعني يتمكن منها، لكن هذا الفيروس نوعا ما عنده مقاومة وخبث نوعا ما. وبسبب تعدد التطور الفيروسي المتغير في الحمض النووي، ممكن ينتج لنا جيل جديد أكثر مقاومة ضد مضادات الفيروسات أو العلاجات، ويتمكن في الجسم بشكل سريع جدا. طبعا يتكون الفيروس من مادة وراثية محاطة بالبروتين والدهون أو البروتينيات السكرية، وتتواجد هذه الكائنات المجهرية في كل مكان تقريبا على وجه الأرض، عندك البحر، عندك الصحاري، عندك كل المناطق ممكن تكون فيها فيروسات خطيرة جدا وغير مكتشفة أيضا. ويمكن أن تصيب الحيوانات والنباتات والفطريات وحتى البكتيريا وجميع الخلايا العامة. ممكن لو مسكت فيروس، تجربة فيروس، وعرضت خلايا معينة، ممكن تشوف هذا الفيروس يتفاعل مع الخلية بنسبة كبيرة جدا. وراح نتكلم عن دورة حياة الفيروس. وطبعا يمر الفيروس أثناء دورة حياته بعدة مراحل راح نتكلم عنها إن شاء الله. راح نتكلم عن دورة حياة الفيروس وتكاثره داخل الخلية. طبعا المرحلة الأولى هي مرحلة الالتصاق، وهي المرحلة التي يلتصق فيها جسم الفيروس بالغلاف الخارجي للخلية. المرحلة الثانية مرحلة الدخول إلى الخلية العائل. تقوم الخلية العائل في هذه المرحلة بالتهام الفيروس أو دخول الفيروس عن طريق الفتحات في جدار الخلية، ويصبح الفيروس داخل غشاء الخلية، ويقوم الفيروس
بحقن الحمض النووي DNA أو الران الخصبة في الخلية المضيف ويضيف. وطبعا عندما يتم حقن الحمض النووي داخل الخلية، يقوم الفيروس بتوظيف انزيمات الخلية لمصالح نفسه طبعا، وغالبا يسيطر على الخلية بشكل سريع جدا عندما يتم حقن الحمض النووي DNA أو الران. طبعا المرحلة الثالثة مرحلة إنتاج المكونات. تتوقف الخلية العائل في هذه المرحلة عن إنتاج أي نوع من أنواع البروتينات الخاصة بالخلية وأي نوع من أنواع الأحماض النووية أيضا، وتبدأ بإنتاج الحمض النووي والبروتين الخاص بالفيروس. وطبعا هذا يتم عن طريق الشفرة التي يتم إدخالها من قبل الفيروس للخلية، ويتم هنا عملية النسخ المتماثل. تبدأ الإنزيمات داخل الخلية بإنتاج جزيئيات فيروسية جديدة داخل الخلية، وتتكاثر هذه الجزيئيات، وطبعا تكون نسخة من الفيروس. وراح نتكلم عن المرحلة الأخيرة لتكاثر الفيروسات، وهي مرحلة خروج الفيروس من الخلية. طبعا تتحرر الفيروسات في هذه المرحلة من الخلايا المصابة ببطء شديد وتخرج، أما عن طريق انفجار الخلايا المصابة أو عن طريق المرور من الغشاء دون انفجار على حسب نوع الخلايا وسماكتها وقوتها، نوع الخلية بالتحديد طبعا. وغالبا طبعا تقتل الفيروسات الجديدة الخلية المضيفة، وتبحث على خلايا مضيفة جديدة بجانبها، وتتكاثر الفيروسات نسبة كبيرة جدا عندما تنفجر الخلية وتخرج الفيروسات أو الجزيئيات الفيروسية من النسخة الأصلية. وإن شاء الله راح نعرض لكم هذا الفيديو عن طريق كيفية تكاثر الفيروسات على مستوى الخلايا، وراح نعرض لكم الحين الفيديو.